ومن داخل معبر رفح معنا محمد عبيد موفد القاهرة الإخبارية. بعد التحية محمد، هل لك أن توصف لنا ما يحدث لديك الآن في معبر رفح؟ نعم حساني، استنفار من قبل سيارات الإسعاف المجهزة بالحاضنات لاستقبال الأطفال حديث الولادة أو القدج في الذين سيأتون من قطاع غزة. والحديث بالأمس كان عن انتقاله من مستشفى الشفاء إلى المستشفى الإماراتي برفح في قطاع غزة، تمهيدا طبعا لنقلهم إلى الجانب المصري. وزير الصحة تحرك بالفعل من وزير الصحة المصري طبعا دكتور خالد عبد الغفار، تحرك من مطار العريش الدولي بعد أن قام بتوديع ما يزيد عن 60 مريضا بالسرطان الذين سيتم نقلهم إلى تركيا لاستكمال علاجهم. هم كانوا في الأساس يعالجون من السرطان في المستشفى الصداقة التركي داخل قطاع غزة، وبعد أن تم نقلهم إلى الجانب المصري نقلوا اليوم بطائرة إلى تركيا. والآن سيأتي وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار لاستقبال الأطفال حديثي الولادة. لا نعلم كم المدة التي يمكن أن يستغرقها هؤلاء الأطفال من الانتقال من الجانب الفلسطيني إلى معبر رفح، لكن الاستعداد في جاهزية كبيرة من قبل سيارات الإسعاف المجهزة. هناك أيضا فريق من الرعاية الحرجة تم إرسالهم من قبل الوزارة حتى يكونوا في استعداد تام لاستقبال هؤلاء الأطفال والتأكد من سلامتهم. وإن كان منهم من يحتاج إلى الإسعاف الأول داخل المعبر سيكونون في خدمة هؤلاء الأطفال. كذلك أيضا هناك فريق من الحجر الصحي إذا كان هناك أي مرافق لهؤلاء الأطفال سيتم أيضا التأكد من سلامتهم. الأمر الآخر حساني هو وصول وعبور شاحنتي وقود جديدتين من معبر رفح إلى الجانب الفلسطيني، ليصل العدد الإجمالي من شاحنات الوقود إلى 9 شاحنات، ما يعني أننا في إجمالي الكمية التي وصلت إلى قطاع غزة تقترب من 300,000 لتر من السولار الذي تحتاجه بشدة المستشفيات في قطاع غزة لكي تعمل مرة أخرى، وهي تعتمد على المولدات الكهربائية التي تستخدم الوقود. الأمر الآخر، منذ لحظات وصلت قافلة محملة بمعدات من أجل تأسيس وإنشاء مستشفى ميداني أردني، عبرت من معبر رفح 42 شاحنة محملة بالأدوات اللازمة لإنشاء مستشفى ميداني أردني داخل قطاع غزة وتحديدا في مدينة رفح. كذلك أيضا هناك استقبال لحافلات من مزدوجي الجنسية وصلوا إلى المعبر تمهيدا لنقلهم إلى وجهاتهم المختلفة مع وجود تنسيق ما بين سفارات هؤلاء وبين الجانب المصري وتحديدا أيضا سلطات العمل داخل معبر رفح. إذن الصورة الأهم ننتظر وصول وزير الصحة المصري لاستقبال هؤلاء الأطفال، هناك أيضا استعداد تام لاستقبالهم. نعم طبعا في انتظار كما تحدثت محمد عبيد وصول وزير الصحة المصري إلى معبر رفح لاستقبال هؤلاء الأطفال. وزارة الصحة المصرية كيف كان دورها في الأيام الماضية وخاصة فيما يتعلق بعدد كبير كان مصطفى من سيارات الإسعاف متواجدة أمام معبر رفح؟ نعم الصورة خير الدليل بحساني. هذه السيارات التي تقف على يساري الآن هي سيارات المصابين التي تصطف، نتحدث حساني عن ما يقرب من 80 سيارة إسعاف يقفون في 4 نقاط مختلفة، نقطة داخل المعبر ونقطة خارج المعبر، وهناك أيضا في القرب من المعبر على بعد 4 كيلومترات هناك أيضا مجموعة أخرى، وهناك مجموعة تقف في مستشفيات العريش والشيخ زويد. تستعد هذه السيارات لاستقبال أي حالة من حالات الإصابة، خاصة أن بالأمس وصل عدد كبير منهم. هناك حالات مصابة بالسرطان
3 حالات وصلت بالأمس، هناك أيضا حالات بجروح بالغة، وهناك أيضا حروق نتيجة الإصابة بالفسفور الأبيض. إذن هناك استعداد كبير، وأيضا ليس فقط يتم نقله مباشرة إلى المستشفيات، بل من يحتاج إلى العلاج الأول داخل أرض المطار يتم جميع الإجراءات معه نتيجة لوجود فرق طبية متخصصة في الإصابات بالغة الخطورة. وهنا نتحدث عن إصابات بكسور، هناك أيضا جروح عميقة، هناك حروق من الدرجات المتقدمة. حساني، نعم، لو عادت الصورة مرة أخرى، هناك أيضا جانب آخر، لو عادت الصورة مرة أخرى مهمة طبعا، لأنك تنقل لنا الصورة مباشرة عبر شاشة القاهرة الإخبارية حصريا لنا، لو عادت الصورة مرة أخرى بالإشارة إلى أطقم سيارات الإسعاف وهذا الاصطفاف، يعني هل هناك كوادر طبعا بشرية متواجدة من الأطباء وممرضين مصاحبة لسيارات الإسعاف مع الأجهزة المختلفة؟ نعم، أرجو أن تعيد السؤال مرة أخرى. أتحدث عن إشارتك لهذا الاصطفاف المهم من عدد كبير من سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة المصرية والهلال الأحمر المصري، وكيف أنها مجهزة بالمعدات الطبية اللازمة وأيضا بالكوادر البشرية المختلفة. نعم، هي معدة تماما لاستقبال، نتحدث عن أجهزة تنفس، صدمات كهربائية، أيضا قدرة على علاج الأمور البسيطة حتى ينقل المصاب إلى أقرب مستشفى. حسان، هناك 3 مستشفيات رئيسية في شمال سيناء، نتحدث عن الشيخ زويد، العريش، وأيضا بير العبد، وهناك أيضا حالات تنقل إلى مدن القناة لأنها بها مستشفيات أكثر تقدما، وهناك حالات أيضا يتم نقلها إلى القاهرة، وهي حالات طبعا تكون بالغة الخطورة. وحرص الجانب المصري على أن يكون هناك مرافق لكل مريض حتى يتمكن من مساعدة المريض، وأيضا يتم اصطحابه، وسرعة إنهاء الإجراءات مباشرة تصطحبه سيارات الإسعاف معه، بالتالي تكون هناك إجراءات قد انتهت بالفعل قبل وصول المريض والمرافق لهذا المريض. لكن على الجانب الآخر، ونتحدث بأن خلف هذه السيارات، سيارات الإسعاف، هناك مساعدات إنسانية تقف وهي جاهزة للدخول في أي لحظة. حساني، نتحدث عن طوابير طويلة واصطفاف طويل من المساعدات الإنسانية المجهزة بالمواد الغذائية والمواد المستلزمات الأخرى، وأيضا هذه المساعدات والسيارات، منها من أتى من الجانب المصري بقيادة التحالف الوطني وأيضا الجمعيات الأخرى، ومن يتبرعون بالمساعدات. هناك من يصل إلى مطار أو إلى معبر رفح من مطار العريش قادمة من دول مختلفة، يتم تفريغ الحمولة وتسليمها إلى الهلال الأحمر المصري الذي يقوم بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لنقل هذه المساعدات المتنوعة. إذن هناك تدفق مستمر لا يتوقف من هذه المساعدات، سواء مساعدات طبية، إغاثية، غذائية، وأيضا شاحنات الوقود. والأمر المهم أننا اعتدنا في معبر رفح على رؤية دخول وتدفق سريع ويومي لشاحنات الوقود، وهو أمر في غاية الأهمية. حسان، طب محمد، يعني وأنت تقف أيضا بالإشارة إلى سيارات الإسعاف المصطفى، إلى الآن عددها كبير كما تقول، وبها طبعا فرق مجهزة، كوادر بشرية، أطباء، ممرضين، موظفين من مرفق الإسعاف المصري من وزارة الصحة المصرية. إذن هل هنا عند نزول المصاب ووصوله من قطاع غزة إلى معبر رفح المصري يتم علاجه في هذه اللحظة الآنية في سيارات الإسعاف المتواجدة؟ هذه السيارات حساني هي مجهزة، لكن ليست بالقدرة التي تقدمها المستشفيات أو حتى العنايات المركزة في هذه المستشفيات. هناك أطباء يقفون، من يحتاج إلى المساعدة الحالية يقدمون إليه هذه المساعدة.
ومن لا يحتاج هذه المساعدة السريعة يتم نقله مباشرة إلى المستشفيات لاستكمال علاجه، لأننا نتحدث عن إصابات خطيرة. هناك بالأمس فقط رأينا إصابات بالغت الخطورة من كسور في مناطق متفرقة من الجسد. هناك شاب كان لديه كسر في القدمين وكسر في الذراع، وهناك أيضا من كان هناك كسر في الجمجمة، وأيضا هناك أطفال بحروق بالغة، والفسفور الأبيض ربما مغطي، حروق هذا الفسفور الأبيض مغطي وجه هذا الطفل. هناك أيضا سيدة مسنة تبلغ من العمر أكثر من 75 عاما مصابة بالسرطان، وأيضا مثيلها رجل في نفس العمر تقريبا مصاب، وهناك أيضا فتاة. مرضى السرطان يتم التعامل معهم إما أن ينقلوا خارج مصر كما كانوا يعالجون في مستشفيات تابعة لدول كتركيا أو حتى الإمارات، وهناك من يتم علاجه داخل مصر. نتحدث أيضا بأن وزير الصحة قال بأننا جاهزون على أتم الاستعداد في مصر لاستقبال جميع أنواع الإصابات، سواء كانت حالات إنسانية من مرضى الكلى، مرضى السرطان، أو حتى المصابين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع. طيب بالنسبة